لقد أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه على حديث توسل عمر بن العباس أو قريبا منه، ارجعوا إليه في كتاب فتح الباري شرح البخاري لأمير المؤمنين في الحديث الإمام بن حجر العسقلاني الحافظ الكبير في المجلد الثاني ستجدونه في كتاب الاستسقاء على ما أذكر، ذكر في الشرح أن رجلا وقف على قبر رسول الله في زمن سيدنا عمر، وقف على رسول الله في زمن سيدنا عمر وقال يا رسول الله لقد هلك الحرث والنسل، استسقي لأمتك، أو كما ورد في الرواية استسقي لأمتك. هنا الرجل حي ويكلم رسول الله وهو قد انتقل إلى الدار الآخرة إلى الرفيق الأعلى، والأنبياء وحياهم في قبورهم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، يكلم رسول الله ما هو يتوصل فقط، هنا يستغيث يا رسول الله أنت أمتك لقد هلك الحرث والنسل استسقي لنا يا رسول الله. وانصرف فنام فرأى رسول الله في النوم، وقبل أن يأتي أحد يقول هذا يستشهدون بدل الدليل بالرؤى، نقول الاستشهاد هنا ليس في الرؤيا انتبهوا، لكنه رأى رسول الله يقول له اذهب أقرأ عمر السلام وقل له يقول لك رسول الله الكيس الكيس، يعني الفطنة الفطنة. فذهب إلى سيدنا عمر وقال أني ذهبت وأني استغثت برسول الله، قل استسقي لنا يا رسول الله عند قبر رسول الله. فقال فأتيت في المنام وقال لي رسول الله أن أخبرك أن أقول لك الكيس الكيس، فقال سيدنا عمر لا آل جهدي ما استطعت وتوسل بالعباس. الاستدلال هنا ليس في الرؤية، لأن الرؤية وإن كانت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكنها لا تشريع، لا ليست سببا في التشريع، التشريع انتهى بوفاته. الاستشهاد هنا بفعل الرجل، والقصة صحيحة، صحيحة السند كما ذكر ابن حجر العسقلاني، وروي أن الذي فعل ذلك صحابي اسمه بلال بن حارث المزني. الشاهد هنا في إقرار سيدنا عمر له. تعتقدون لو كان الفعل بدعة أو شرك كما يتوهم البعض يقولون عمر سيسكت على شرك ويقول لا آل جهدي ما استطاع، سينهار ويقول ما هذا لا تفعل، هذه بدعة، هذه لا تجوز، أغير الناس على المحارم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. أمة ميديا تي في.